أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي توقف المحادثات غير المباشرة ما بين طهران وواشنطن بسبب غياب الظروف الملائمة، وذلك في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة. عراقجي أضاف أن بلاده لا تريد الحرب لكنها مستعدة لها. هناك عملية معروفة تسمى عملية مسقط للاتصال غير المباشر بين إيران والولايات المتحدة عبر عمان. هذه العملية متوقفة الآن نظرا للوضع الخاص للمنطقة. لا نرى أي أساس لهذه المحادثات حتى نتجاوز الأزمة الحالية. في ذلك الوقت سوف نقرر ما إذا كنا سنشارك في المحادثات مرة أخرى أم لا، وكيفية القيام بذلك إذا قررنا المشاركة. نحن لا نريد الحرب رغم أننا على استعداد تام لها، ونعتقد أن الدبلوماسية يجب أن تنجح وتمنع حدوث أزمة ضخمة جدا في المنطقة. معنا من تل أبيب عضو الكنيسة السابق السيد يوسي يونا. أهلا بك معنا سيد يونا في هذه الساعة على سكاي نيوز عربية. والآن إسرائيل كانت ربما بحسب القراءات تفكر في تقليص الرد على إيران، وربما أيضا تحييد بيروت من الاستهدافات. يعني إلى أي درجة نجاح حزب الله البارحة في عملية نوعية ضدكم قد يكون هذا الأمر غير من الحسابات الإسرائيلية للردود القادمة؟ طبعاً لحد الحين إسرائيل يعني كانت تريد أن تثبت لأنه لها التفوق العسكري اتجاه الجبهات المختلفة فيما يشمل قطاع غزة وحزب الله. وطبعاً يطرح السؤال ما هي الأهداف السياسية التي تريد إسرائيل أن تقدمها. لحد الحين ما سمعناش يعني كأنه في هناك استراتيجية كاملة واسعة من قبل حكومة إسرائيل. وكيف نعلم أنه الحرب من شأن الحرب وليس يعني هدف خلينا نقول مفيد لأي دولة. ونحن خلينا نقول وأنا طبعا لست ممثل رسمي لحكومة إسرائيل، أقول أنه يجيب على حكومة إسرائيل أن تفكر في هذا الإشي. معناها ما هي الآفاق السياسية لهذه الحرب في قطاع غزة؟ طبعا هناك مشكلة لأنه إسرائيل لا تريد، وحكومة نتنياهو لا تسمح لأنه تكون هناك سلطة فلسطينية تسود الأمور، وهذه مشكلة. ويمكن أنه نتنياهو أصبح كيف ما حكينا في الماضي رهينة لأحزاب متطرفة يمنية التي لا تسمح له أن يتقدم اتجاه كيف ما حكيت اتجاه أفاق بالنسبة للبنان طبعا هذا الهدف خلينا نقول نسبيا جديد، بأن إسرائيل لا تسمح بأنه تكون هناك قوة عسكرية تهدد إسرائيل. وحتى لما اكتشفت بأنه في هناك كانت نية من قبل حزب الله أن تهاجم إسرائيل وشيء من النوع، أي هذا الموقف حاليا أنه إسرائيل لا تسمح أن يكون هناك قوة عسكرية التي لها أهداف ملموسة في هجوم على هي إسرائيل. هي لا تسمح ولكن الردات التي يقوم بها حزب الله يعني تثبت أنه ما زال قادر على إلحاق الأذى بإسرائيل. نتحدث عن 67 إصابة، 4 قتلى، نجاح مسيرة في اختراق الدفاعات المتطورة الإسرائيلية. يعني وهذا أتحدث هنا فقط عن جبهة لبنان، لم أتحدث عن قطاع غزة بعد. كيف تفسر ذلك بالأساس؟ بعد كل ما تقوم به من تصعيد عنيف تجاه لبنان تجاه حزب الله وقدرات حزب الله بالمقام الأول. أنا أتأمل أن إسرائيل لا تجد حالها في مستوقع يعني في لبنان، وأن سيكون حرب لبنان الثانية وثالثة وأشياء من مستنقع لبنان. وبالنسبة اللي حكيتي طبعا هذا حرب، وهذا شيء واضح بأنه حتى إذا الإسرائيلي لها تفوق عسكري هذا لا يعني بأنه لا يكون هناك ولا تدفع ثمن وثمن بغض هذا الحرب.
دعني أقول أنه السؤال المركزي الذي أنا أريد أطرحه، ما هي الأهداف السياسية اتجاه لبنان في نهاية المطاف؟ يجيب، أنا أحكي يعني كمحلل سياسي وطبعا لي آراء سياسية، أتأمل أنه في نهاية المطاف ستكون هناك محادثات سلام مع لبنان، ويمكن أنه هذا سيكون، أتأمل أن هذا سيكون الهدف الإسرائيلي، بأنه في نهاية المطاف لابد أن نخوض إلى مفاوضات سلام مع لبنان. وكيفما تعلم ليس هناك خلافات عميقة بين لبنان وإسرائيل، ليس هناك طموحات جغرافية من قبل إسرائيل أو من قبل يعني حزب أنت الله. تتحدث ومسألة القرى اللبنانية لم تحل حتى هذه اللحظة، والحدود لم ترسم، يعني كان هنالك تفاعل، ولكن بالأخير يعني هي خطوات لم تحدث. إن كنا نقول إنه إسرائيل لا تضع الطموحات الجغرافية بلبنان من ضمن حساباتها، ولكن الآن التوتر الإسرائيلي ليس فقط مع لبنان، بل حتى بالقوات الأممية المتواجدة داخل لبنان. يعني كيف نفهم اليوم الإشارات الإسرائيلية بضرورة إنهاء وجود اليونيفيل، وإن كان يعني هذه الإشارات تأتي في إطار الخوف على سلامة هذه القوات كما يقول نتنياهو؟ والله أنا خليني أفضل أنه حتى إذا تكون في هناك هجوم وفي هناك احتياج بري لجنوب لبنان وأشياء من النوع، أنا أتوقع، أريد أتوقع أنه من حكومة إسرائيل تتكلم بنفس الوقت عن حل سياسي. حل سياسي، هذا شيء مهم، ولا لا لم أس لا لا أسمع لحد الحين أنه حكي عن كيف ما قلت يعني الآفاق السياسية. والآفاق السياسية هذا الشيء أهم، له أهمية رئيسية حسب رأيي، وله أهمية رئيسية حسب إسرائيل من وجهة نظر إسرائيل، وأتوقع أنه سيكون هناك تحدث مثل هذا النوع. لكن كيف ما قلت أنه يبدو بأن حكومة إسرائيل موقفها اتجاه لبنان أنه لا تسمح أنه تكون هناك قوة عسكرية واسعة قوية على حدودها، وطبعا كيف ما أسلفت وقلت أنه اكتشف بأنه لحزب الله كانت هناك تخطيطات أن تهاجم إسرائيل وتفعل كيفما حماس فعلت في الجنوب. هذا طبعا أدعيني أقول أنه تهديد ملموس، ووفقا لهذا التهديد نريد أن نفهم يعني الخطوات العسكرية في جنوب لبنان. طيب، والخطوات العسكرية بجنوب لبنان تفشل بريا، يعني لماذا برأيك؟ حتى الآن نتحدث عن فشل في التوغل البري 10 أيام، وإسرائيل تحاول، لم تتمكن من الاجتياح، وما يحدث هو تقدمات ضئيلة جدا، أو يعني عدم وجود تقدمات حتى في بعض الله، النقاط. إذا حكيتي معي أنا أتأمل أنه نكون هناك وقف إطلاق النار ونجد حل سلمي لهذا الصراع مع حزب الله، وليس أنا لا أرى بأنه في هناك صراع بين إسرائيل وبين لبنان بشكل عام، لكن هذا يعني التفكير من قبل الحكومة الإسرائيلية أنه الصراع والحرب هي ليس ضد لبنان بل ضد حزب الله. وإذا تكون هناك خلينا نقول نتائج إيجابية من قبل حكومة إسرائيل، أنه يمكن أن هذا يفتح البوابة لمفاوضات سلام، وعلى الأقل هدنة بين إسرائيل وبين لبنان. هذا أتأمل أنه هذا يحدث. شكرا جزيلا. يعني ولو أنه هذا المحور الأخير كان سيقودنا، أنه إن كنت تفشل عسكريا لماذا حتى هذه اللحظة لا تذهب إلى الخيار الدبلوماسي السياسي؟ أتحدث عن عملية التوغل البري. على كل حال، شكرا لضيفي من تل أبيب العضو السابق بالكنيسة السيد يوسي يونا على هذه الإيضاحات معنا على سكاي نيوز عربي.